بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كذلك البقرة جاء فيها آية تبين طريقة إلهية كيفاش يوقع اختبار من اتبعوا رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام في شأن القبلة. اللي كانوا يتبعوه خاطر قبلته الأولى كانت قبلة أهل الكتاب. جات أمر الله باللي القبلة مش ترجع لأصلها في الكعبة نحو اتجاه المرسلين نحو الكعبة. هنا انقلبوا اللي كانوا ماشيين بالتبعية وبالعادات والتقاليد تبعوه. وقت اللي جاء الأمر الله نهائي هنا انقلبوا على قبل يزون كلاكي لي تالون tourner le dos à l'islam et ils ont mérité la colère divine et la damnation. N'est-ce pas Allah?